يسكن في الزاوية 90 من الحارس أنس السيتي بعدما ارتدت أرسالها الصاروخية في شباك الحارس أنس السيتي، وبذلك الجيش الملكي يعادل النتيجة. هكذا تمنى الفريق العسكري والحلجة من خلال الكرة الثابتة. قلت لكم قد يأتي الحل من خلال الكرة الثابتة بعدما ارتدت سددها. لقطة جميلة وهدف جميل، هدف عالمي، هدف عالمي في مرمى العالمي من طرف عمر الجراري. يسكن في الزاوية 90 من الحارس أنس السيتي، سيكون واحدا من أجمل وأروع وأبدع الأهداف التي سجلت على مستوى الكأس الفردي هذا الموسم أو في المنافسات الوطنية عموما. انتبهوا على اللقطة الأولى والثانية والثالثة ولجمالية الهدف واللقطة من عمر الجراري لجمالية الهدف واللقطة. أكيد نستمتع بالإعادة من مختلف